فيما يتعلق بالتدريب، نظام الأكاديمية بيشترط إن طالب الهندسة يروح يتدرب لمدة 4 أسابيع أو ما يكافئها في مكان عملي، مصنع، شركة، حاجة زي كده. وده ممكن يعمله في أي وقت خلال فترة دراسته لغاية قبل مشروع التخرج، وبيجيب شهادة تدريب وبيكتب تقرير صغير عن اللي شافه هناك والاستفاد منه وهكذا. الأكاديمية لها علاقات في أماكن عملية كتير وبتوفر فرص تدريب للطلبة، منها على سبيل المثال وليس الحصر يعني شركة مصر للطيران للصيانة ومحطات كهرباء ومجموعة من المصانع وهكذا. أنا هتكلم عن شركة مصر للطيران كمثل، يعني الطالب بيروح يشوف عمليات الصيانة زي ما الكتاب بيقول، ودي حاجة عملاقة جدا من جوه. يعني تنقسم جوه، هي طبعا مصر للطيران متقسمة 6 شركات، منهم واحدة بتاعت صيانة يعني مختصة بالصيانة، والواحدة دي جواها أقسام كتير. فممكن طالب يقعد فترة تدريبه كلها مثلا في ورشة محركات، ممكن يقعد في هانجر بتاع الإيرباص أو الهانجر بتاع البوينج أو هانجر الإمبراير، أو يقضي الفترة في هانجرين من التلاتة. في كمان سيميليترز هناك اللي بيعلموا عليها الطيارين، واللي الطيارين لازم يجو ثرو حاجه زي امتحان كده كل فتره، كل عدد ساعات طيران. دي بالنسبه لنا احنا اتس ميكانيكال ابلكيشن ويز كنترول، يعني تصاميم تخصصنا. وفي صيانه معدات ارضيه وفي ورش متخصصه، فبالتالي الطالب بيشوف تطبيق يعني صعب جدا ان هو يشوفه اذروايز.
ده بالنسبة للتدريب المحلي. في بقى برامج تدريب خارج مصر، ودي برضو في منها اتفاقيات الأكاديمية عاملاها مع جامعات وجهات خارج مصر، منها اتفاقيات في إنجلترا، وطالب بيروح يقعد فترة هناك ويدرس بعض المواد كمان، والمواد دي بتتعدل له لما يرجع هنا. وفي اتفاقية مع جامعة في أمريكا وفي في ألمانيا، وبعض فرص التدريب الأخرى للأكاديمية مش ماضية فيها اتفاقيات، ولكن بتسهل عملية الاتصال ما بين الطالب ومكان التدريب. ممكن الطالب يجيب التدريب بتاعه، بس طبعا لما بيكون أصلا في لينك عن طريق الأكاديمية بيكون ده أسهل بكتير. تدريب الحياة بيضيف للطالب همزة الوصل مع التطبيق الواقعي بره الدراسة، وفي كثير من الأحيان بيبقى مدخل لأنه يشتغل لما يتخرج. هو طبعا بيعمل التدريب قرب تخرجه، مش في أول ما يدخل الكلية، وبالتالي في بعض الأحيان بيكون الناس عارفينه ومستنيينه يتخرج، أو متوقعين إن هو لما يتخرج يشتغل معاهم وهكذا. فهي فرصة ممتازة لما الطالب يستفيد منها.